كلنا عارفين لعبة الديناصور اللي في كروم، أول ما النت يقطع بتكون هي أول لعبة في دماغنا، لكن أول مرة أعرف إن في نسخة تانية للعبة، بس المرة دي الديناصور بيجري في مكتب، فقررت أعمل النسخة دي 3D، فيلا نبدأ برمجة. أول حاجة كان لازم أعملها إني أجيب موديل الديناصور وهب أقول إن طلع عيني في المرحلة دي، حد يقنعني إن الضفدع دي ديناصور. فأخيرا بعد ما لقيت الموديل اللي أنا عايزه، اكتشفت إن نوع الملف بتاعه ما بيدعمش يونيتي. بس حاولت اغير نوع الملف وظبطت، بس الفايل نزل من غير الماتيريال، فمحتاج اعمل الماتيريال. فعملت له ماتيريال وضفت له عيون، بس حاسسها بتفكرني بحاجه كده، واكتشفت ان في حركات اتمسحت وانا بغير نوع الملف، فقررت اعمل انيميشنز بنفسي، بس حاسس ان شكله بقى مريب جدا، وقررت اعمل بيئه للديناصور علشان يعرف يتحرك، او ما انا اصح البيئه هي اللي هتتحرك ناحيته، وده كان شكلها المبدئي. فعملت الشادر ده علشان اخلي العالم مقوس عشان اللاعب ما يقدرش يشوف ايه اللي بيحصل من بعيد، ودي نفس الطريقه اللي استعملتها لعبه سابوي، وخليت اللاعب يقدر ينط عشان ده هدف اللعبه، وخليت الارض تتحرر. دلوقتي ظبطت. وقررت ان انا اغير الحيطان اللي ورا عشان شكله ما كانش عاجبني، وكان لازم نضيف عوائق في اللعبه عشان من غير عوائق ما فيش لعبه، ودلوقتي بيتحرك ناحيه اللاعب، فممتاز. وكنت حاسس ان شكل اللعبه ممل، وقررت اغير شكل الارض واضيف اضاءه، دلوقتي بقى شكلها احلى بكتير، وضفت مباني في الخلفيه عشان يبقى في حاجه في الخلفيه، وضفت مؤثرات صوت وانيميشنز للنط والتوطيه، وضفت نظام النقط او السكور سيستم علشان من غير نظام نقط مفيش لعبه. وبعد ما كنت فاكر ان كل حاجه ماشيه كويس، اكتشفت لسبب ما ان الديناصور مش راضي ينط، وبعد 20000 ساعه اكتشفت ان دي المشكله في الاخر. وضفت قائمه عشان لما الديناصور يموت، وضفت كمان قائمه البدايه، وطبعا ما كانش ينفع انسى تحكمات الموبايل، فيب ضفت تحكمات الموبايل، وضفت قائمة اعدادات علشان ليه لا. وكده كان فاضل لمسات الاخيرة زي النبات اللي ضفته في الخلفية ده، والكوباية اللي في ايد الديناصور، وطبعا ما نسيتش اعمل انيميشن لحركة الماية اللي جوه الكوباية، وكبرت المسافة ما بين العوائق علشان اللعبة كانت صعبة اوي. واخر حاجة كنت عايز اعملها اني اغير شكل السما، لا طبعا مش دي، يب دي شكلها احسن مليون مرة، ويب كده تكون اللعبة اكتملت. حاولت اعمل اللعبة على قد ما اقدر شبه اللعبة الاصلية، ومتهيألي الموضوع ظبط معايا. رابط لعبة الكمبيوتر والاندرويد هتبقى تحت في الديسكريبشن، وبس كده اشوفك الفيديو اللي جاي.